يعني حتى ما بدها تجي تعالج، تكون متعالجة عندي من كذا سنة، سنة سنتين ثلاثة، داي أخلاقها بتقات لي هي جوزة بتجي بتحكي لي. وصال عز الدين مواليد 49 1949 مواليد حمص، بشتغل بالطب العربي إلي فترة يعني ما تقل عن 35 سنة بشتغل بالطب العربي. والله المحرض كان عمي أول زوجي، كان هو يعني إمام جامع وكان ينتدبو دائما للقرى وكان يحب هالشغلة هاي، وشفت أهل القرى دائما عندهم هالإلمام بالأعشاب. أولاده ما حدا، كان البركي عنده 8 صبيان وأربع بنات، ما حد من الأولاد عنده حب هالشغلة، أنا الوحيدة حبيتها. هدول إجوني الجديد من هاتاي الأعشاب، طبقناه عبينا شوي طبقناه. أول عمري عالجت كذا حالي كان عمي موجود، يعني يقول لي اعملي هيك 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 يكون نسوان. شفتوا زمان القديم المرأة ما تبين عن زلمة، اعملي كذا اعملي كذا اعمل، ونجحت فيها ورغبت، صرت ارغب انا ارغب، قال له عمي عم اعمل هيك عم اعمل هيك، قال لي تمام. زعتر، سدر، روزماري، مورينجا، هاي مورينجا هلا نازله جديده مكتشفينا، عم يقولوا بتشفي 300 مرض. اول حالي كانت عقم، يعني هدول بتعرف اهل الريف واهل هاي بيهدوا خروف، جايبين لي خروف وجايين يا هاي. كنت صبية أول عمري، كنت لسه بالثلاثينات، يعني لقيت شعور كتير حلو كويس، انبسطت يعني حسيت حالي مالك الدنيا كلها. هذا مخبري، هذا بلا ما بقدر، لازم أقعد بالنهار ساعتين ثلاثة شيل من هون وبحطه، شو لازم شو بدي أعمل شو بدي أساوي، يعني هذا لازم عطول أنا أكون هوني. طلعت على تركيا ضليت فترة نفسيتي تعبانة، هو الوضع اللي طلعنا فيه، تركنا كل شيء وطلعنا، بعدين لقيت حالي يعني شو منا، رجعت والحمد لله. الحمد لله كانت رجعة حلوة. أنا بالريحانية وقت اللي كنت بهاتاي من جميع إقليم هاتاي كان يجوني، يعني ما في حصر، القرى كلياتها. أول ما عالجت حالي بهاتاي كانت حالة الدسك، بس حالة انه ناس عم تفوت وتطلع وكذا وكذا وكذا، وهذا بيشكي لك وهذا بيحكي لك وهذا بتاخذ كلمة من هون كلمة من هون، بروح النهار. انا امهم واختهم يعني كنت شيء له. هدول لازم طبقهم اليوم بالليل عشان بكره ابعتهم. اي والله يا خالي ما في احلى منهم، الله يخليهم. بتمنى يجتمعوا كلهم سوا يوم طلع زياد من حمص وجي أولادي كلهم اجتمعوا، قال لي نضال، قال لي شو شعوري؟ قلت له حاسة الدنيا كلها إلي. فعلا الله كريم خالي، الله كريم، إن شاء الله بنجتمع ببلدنا.